وانا لو تسمح لي بقى عايز اروح مع حضرتك لنقطه برضو بما ان احنا اتكلمنا عن الدراما. فكره هنا الفوازير ليه لحد دلوقتي من وجهه نظرك ما فيش فوازير نجحت من بعد نيلي وشريهان اللي بنتكلم في التسعينيات؟ ايه السبب؟ عشان التكلفه دلوقتي هتبقى عاليه قوي. يعني زمان الفوازير كانت بتتعمل بتكلفه وكانت مكفيانا وكانت عجبانه جدا، رغم ان مثلا التصوير بتاع او الخدع او الجرافيك بتاع زمان كان كبرهم كروما. تمام، كبرهم كروما بالظبط. زي ما بقول لحضرتك دلوقتي ما ينفعش في الفوازير، بس زي الافلام التاريخيه اللي اتعملت زمان كده. صحيح المقارنه ظالمه يعني وكل حاجه، بس التكلفه دلوقتي للفوازير لاي حد يعمل فوازير هتبقى عاليه جدا. عشان كده الكبير قوي فضل بديل للفوازير خمس سنين، لهفه بديل للفوازير، نيلي وشريهان يعني الحاجات الكوميدي اللي ما اعرفش ايه كانت الناس بتحب تتفرج عليها على الفطار بديله للفوازير. ومع هذا برضو بنشوف يعني سواء مسلسلات او حتى برامج ذات ميزانيات سخيه جدا. يعني طب ايه المانع؟ ما طالما كده هذا نفس الكلام ده بيتقال حتى على الاعمال الاستعراضيه، السينما، فيلم سينما استعراضي او غنائي، دايما بتلاقي حتى المنتجين نفسهم يقولوا نفس القصه دي. طب ومع ذلك بنشوف لهم انتاج سخي جدا في اطر مختلفه جدا. نتمنى يعني احنا نتمنى، وفي مخرجين يعني مش عايز اقول لك، وفي نجوم ينفع جدا يعملوا الفوازير تبقى حاجه جميله جدا طبعا. بس هو زي ما بقول لحضرتك اعتقد انها تبقى التكلفه عاليه. البرامج اللي حضرتك بتقول عليها هو في تكلفه عاليه جدا، كانت البرامج بتاعت المقالب او البرامج الاخرى والكلام ده، دي سكه تانيه خالص في الصرف. صحيح.